السلام عليكم. ده موقع ظريف اسمه ايديو بلوكس، يعني البلوكات التعليميه او تتعلم برمجه من خلال البلوك، عامل زي سكراتش. لكن في ميزه ظريفه الا هو ان انا عندي هنا الكود، تقدر ان انت تشوفه. يعني لما بعمل اي كود بيبدا يظهر عندي هنا لغه البايثون، فبتعلم لغه البايثون، يعني بتنقل من سكراتش لبايثون. طيب يعني لما كنا بنتعلم فيجوال بيزك زمان كنا بنتعلمه عن طريق زي سلحفه كده بتفهمنا الفكره. فروم تارتل امبورت علامة النجمة دي، يعني انا عايز استدعي المكتبة كلها. طيب بعد كده هاجي هنا وابدأ بقى ايه اختار، اقول له عرف لي المتغير السلحفة وعرف لي الخلفية، كده الاثنين موجودين. تمام، هو حتى قال لي في ترتل بتساوي ترتل قوسين. طيب هبدأ بقى اقول له ايه ان انا عايز اظبط مثلا الباك جراوند. تمام، دي 255.00. طيب خلينا نقول له الاوتبوت، وهبدا ان انا اظبط ال، انا عندي اظبط السكرين الابعاد بتاعتها لو انت عايز، او السلحفه لو انت عايز تظبطها. حابين نقول كهرباء، فظهر معايا باللون دوت. ايه بقى الفكره بتاعتها؟ ار جي بي، هنا الريد وهنا الجرين وهنا البلو، ممكن تدمج بينهم او ممكن تقول خلي دي بزيرو وخلي دي ب 255. تمام، ده اللي هو الجرين، فيبدا يغير الخلفيه للجرين. طيب على ما هو يغيرها انا هقول له ان انا عايز السلحفه دي تبدا تعمل بنس كولر، اللون اللي هترسم بيه. تمام، هيبقى 255. لو انا خليت كله صفر 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 فمعنى كده ان هو هيبدا يرسم باللون الابيض. طيب انا محتاج بقى ان انا اعمل لوب عشان الحاجه اللي انا عايزها تتعمل تتكرر. فروم اي ان رينج من 0 لـ 10 يبدا يعمل ايه؟ يبدا ان هو يتحرك وفي نفس الوقت يرسم سيركل. فاروح هنا اقول له ابدا ارسم لي سيركل. تمام، وخليه يبدا ان هو يتحرك. ده هنا بقى ممكن تظبط السرعه، ممكن تقول له فورورد مسافه قد ايه. بص هنا الكود، هتبدا تلاقي كل بلوك حطيتها بدا يقول لك صيغه الكود. لو انت عايز تكتب الكود تقدر تكتبه ازاي، وليك ان انت تعدل. يعني لو حسيت ان الكود فيه مشكله تقدر انت تكتب وتعدل الكود زي ما انت عايز. بالشكل دوت، ده الكود، ده الاوتبوت. هيبدا يرسم لي زي ما انا قايل له 10 مرات. ممكن السيركل دي اصغرها شويه واغير الفورورد دي مثلا اخليها 30 مثلا، والسيركل اخليها مثلا 40، واقول له ستوب واقول له رن تاني. اه بص، ممكن حتى تغير من هنا تقول له رن. فيبدا يرسمهم لي لحد 10 مرات. تمام، فتقدر ان انت تعدل الرسومات زي ما انت عايز. عندك هنا كده انت فهمت فكره البرمجه. تمام، ازاي ان انا ادي اوردر لعنصر اوبجكت وهو يبدا ان هو ينفذ لي الاوردر دوت. ودي الصيغه لو انت عايز تكتب الكود. لو انت مش عايز تعمل بلوكات فممكن تكتب الكود بالشكل دوت، سكرين دوت بي جي كلر وبين قوسين تحط اللون اللي انت عايزه. طيب انا عايز اعمل، مش عايز احدد له كم مره، انا عايز انا يعني المستخدم هو اللي يحدد كم مره. تمام، فدي عايز ان انا اغيرها. تمام، فهاجي هنا اقول له ان انا عايز من الاستيتمنت عايز احدد له انها تبقى انتجر. تمام، والانتجر ده انبوت. تمام، يعني خليني اقول له ايه، حط لي دي وما تحطليش رقم بقى، انا الرقم ده مش انا اللي هحطه. انبوت بمعنى ايه؟ بمعنى انا هساله هاو ميني سيركل، انت عايز كام سيركل. تمام، اهو انبوت. تمام، على اساس ايه الاجابه؟ هو يحولها لي لرقم، ما ياخدش الحاجه غير ارقام، لان المتغيرات ممكن تكون كتابه سترينج تكست
او ممكن تكون انتجر رقم، فانا عايزه اديها لي رقم. فزي ما انت شايف بدأ يسألني انت عايز كام سيركل، انا عايز 5، واقول له انتر، يروح رسم لي 5 دوائر بالشكل دوت. تمام، فكده احنا بدأنا نبرمج حاجة، وبدأنا نتفاعل مع البرنامج، وبدأنا نتعلم البايثون، وبدأنا نفهم السلحفاة ازاي، يعني هو الاوبجكت اللي انا بتعامل بيه.